بفرح بالفقره دي وباخد طاقه حلوه جدا جدا في الفقره دي، وبفرح اكتر لما بيكونوا اللي حققوا الانجاز معانا شباب. والحقيقه الشباب دكتوره دعاء سهيل متحمسه لهم جدا، والسنه دي اطلقت مبادرتها اطفال بلا سمنه وشباب وشابات اصحاء. برحب بدكتوره دعاء سهيل، دكتوراه في التغذيه العلاجيه من جامعه نيوكاسل ببريطانيا، صاحبه مبادره اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء، واول مؤسس لفكره التخسيس اونلاين في مصر، ومؤلفه كتاب التغذيه واثر الوعي والممارسات الغذائيه على النمو الجسدي. دكتور برحب بيكي حبيبتي، ومفرحاني كمان بالنموذج الجميل. انا حالاتي اللي فرحاني انا كمان والله جدا. وحياه ربنا. بصي هشام طبعا ضيفي، هشام ابننا الجميل اللي حقق انجاز حلو جدا جدا بفضل يعني التزامه بالكورس العلاجي للتخسيس مع دكتوره دعاء سهيل. فرحانه ان انت شاب وولد، يعني بتنزل مع اصحابك كتير، يعني الاكل بالنسبه لكم يلا نروح ناكل كذا نروح ناكل كذا فاست فود. كلميني عن هشام يا دكتور وعن الفرحه اللي شايفاها في عينيكي. جدا بانجازك مع هشام. هشام كان متابع مع خبير التغذيه عندي اياد، وتحيه طيبه ليه، لان هو حد عفوا عنده ساعة صدر ومتابع جيد، وحد يعني انا بقول ان اياد بيفهم يعني بجد بيستفاد مني كتير قوي، واكتر حد بيتعلم مني بسرعه. تابع هشام وقدر يوصل بهشام اللي يعني انا هخليه هو يقول خس كام. لا احكي لنا هشام، كنت كام وبقيت كام؟ انا حضرتك كنت 125 كيلو. الله اكبر. وكنت بعاني من حاجات كتير قوي. ايه بقى؟ هو انا يعني ممكن صحابي يبقوا نازلين انا مش قادر انزل معاهم، او عندي حته من الكسل، التخن مخليني. التخن حبيبي مقعدك. مقعدني في الشغل، ممكن يبقى مثلا طالبين منك نظام معين ان انت مثلا هتحقق مثلا 80% من الشغل، انا مش قادر احقق 60%. يا حبيبي مش قادر يعني بين شغلي ان انا اوصل للمكاتب دي، مستصعب السلالم، مستصعب في استصعاب. مع انك صغير، انت عندك كام؟ 20 سنه. عندي 26 سنه. بسم الله عليك. يعني 26 سنه يا دكتور، الكلام ده استبصيبه للي في سننا اللي هم عدوا ال 50. الكسل والخلايا الدهنيه الثقيله وزياده الوزن، دايما اقول اكثر ما يتالم به زياده الوزن داخل جسم الانسان هي العظام. مش معنى ان هو 26 سنه يبقى لما بيمشي كتير الجيم ما بتوجعوش او ما بيبقاش ثقيل على جسمه. العظام ده ربنا سبحانه. كلام طبعا. كلام بتاع ناس كبار. يقول لك انا مش عشان كده هو خد باله بدري، خد باله، لا انا في ريعان شبابي فلازم بسرعه. وبعدين هو كان بيعاني من شهيه عاليه جدا، وبيحب يخرج مع اصحابه، والفاست فود واخد عنده حيز كبير قوي في حياته. وانا مش بهاجم الفاست فود، في محلات كتير نظيفه، انا بهاجم كميه ايوه السعرات الحراريه اللي بتحتوي عليها الوجبه دي، وبتاكلها امتى، وتخرج مع اصحابك بالليل وبياكلوها في اوقات غلط وشهيه عاليه، كل ده لازم انا اخد بالي منه. فلازم اخسسه بشكل ما يكونش مضايق. هشام زهوق، يمكن اياد قال لي عنه ان هو لا بيزهق. فعلا بزهق جدا، بزهق لدرجه ان انا هنا انا بشتغل 12 ساعه، طب هو انا عندي وقت اروح جيم؟ لا. طبعا وقت. طبعا ما خلاص انا بقى يعني عشان اشتغل 12 ساعه في الشغل. يا ربنا البدله دي بتلبسك النهارده؟ ايه ده، مين دول؟ مين الاثنين؟ والله يا ابني انت كمان وشك بقى منحوت، يعني وشك نفسه ملامحه اتغيرت، انت بقيت صغير يا حبيبي، بقيت سنك. ايوه بقيت ما مش يعني الراجل الكبير اللي كان في الصوره الثانيه دي ده عنده 40 سنه. لا زائد ان هشام كان بيعاني من اخطر انواع السمنه. والله الصوره دي بتخلق ده يعني لا يعني شاب كبير. ايوه لا كده دلوقتي اسم الله عليك. وكمان كان عنده منطقه الكرش عاليه جدا، ودايما اقول اخطر انواع السمنه سمنه البطن اللي هي السمنه الموضعيه اللي موجوده في البطن او الجسم اللي على شكل تفاحي. لان سمنه البطن هي اخطر انواع السمنه. ليه؟ لان البطن بتضم عندنا اهم الاجهزه في جسم الانسان، فمستحيل تلك الاجهزه دي تقوم بدورها على اكمل وجه في وجود خلايا دهنيه. فعلشان ما يكونش فيه دهون على القلب ولا دهون على الكبد ولا والبنكرياس يكون بيشتغل كويس وعندي الكلى مش عليها دهون، وكل ده لما تخلص من الدهون اللي عليه كل ده يقوم بدوره على اكمل وجه. فما ممكن
يكون 26 سنه وبيعاني من سمنه البطن بس هو نايم بيشخر. الشخير الحميد ده سببه خلايا دهنيه، نوم متقطع، ما يبقاش نايم نوم عميق. ده كان بيحصل؟ كان بيحصل. طيب انا عايز اعرف امتى اللحظه اللي خدت فيها القرار انا لازم اتواصل مع دكتوره دعاء ولازم اخس؟ اللحظه اللي انا خدت فيها ان انا اول ما جيت ارتبط او اخطب جات لي من الناحيه دي. انا عندي يعني والدتي كانت دايما تقول لي ايه رايك عشان ما تعمل دايت، بس هي كان اكلها اكل الامهات جبار، ما كنتش بقدر اقاوم يا حبيبي. مش قادر اقاوم. لكن العروسه بقى هي اللي ادتك الحافز. جت بقى بصراحه يا خطيبتي قالت لي طب بص في دكتوره واتكرمت من الدوله وكده. قلت لها بصي بصراحه انا ما بشجعش السوشيال ميديا، يعني ما بشجعش حاجه على الميديا، انا ما عنديش مصداقيه. انا شايف حاجات كتير وناس كتير بتقول لا بلاش الكلام ده ممكن يكون في اثار جانبيه. قلقان وانا 26 سنه فاللي هو خايف حبيب. وفي نفس الوقت انا وزني ممكن يعني بعدين او خلاص فاضل لي حاجات بسيطه اخش في امراض قلب، امراض سكر، امراض ضغط، وانا لسه 26 سنه. طب انا لسه خاطب، لما اتجوز هوصل فين؟ طب احنا بنشكر العروسه جدا. ان هي اللي بقى حسيت على الدكتوره دعاء. والله العظيم برافو عليها. برافو عليها. هي كانت بجد يعني كانت هي متقبلاني لما كنت الاول، وحبت لما وصلتها لي جابتها لي من ناحيه انجازات دكتوره دعاء، فقالت لي طب ايه رايك يعني هي انا متابعاها وهي قاعده بتتابع لي. فانا طبعا في شغلي مفيش وقت عندي ان انا اتابع، بس هي قعدت تشكرني فيها لحد ما قالت لي جيت قاعد في يوم في الشغل طب ما اشوف يلا يعني اشوف انجازات دكتوره دعاء. فلقيت لا الموضوع كبير، ايه ده طب انا ما بجربش ليه؟ قالت طب تيجي نجيب الكورس ونجرب وبتاع. فانا بصراحه قلت لها بصي انا مش عشان خليها اسكت بقى ماشي اسكتي انا هجيبه خلاص. وهي يعني من النوع الايه؟ لحوحه واضح. لازم يعني لا هو كده ولازم نجيب الكورس. طيب خلاص مفيش مشكله طالما انت حاجه وحباها اكيد انا اي حاجه هتبسطك انا هعملها. تمام. انا لسه فتره وانت الخطوه. وانت بتاخد عندي علاقه. لا مش هقول لها لا من الاول يعني. فتره الخطوه فاللي انت عايزاه انا اوريدي عامله لك يعني. قالت لي خلاص طب تعالى نجرب وبتاع. جربت اول اسبوع لقيت الدكتور اياد بيتابعني على طول. كانت اكتر حاجه فارقه معايا ان دكتور اياد ما شاء الله عليه يوصل لك المعلومه بحب، فانت بتلقائي بتاخد المعلومه منه كلهم والله. وعامل اللي انت مش بتعمل، انت مش بتعمل حاجه خارقه، ده الطبيعي اللي انت المفروض تبقى فيه عشان هيلسي او عشان تبقى صحتك. يا دكتور انت مدربه كمان الاساتذه طبعا اللي معاكي على انهم ازاي يتعاملوا نفسيا مع المرض. يعني واضح ان اياد برضو شارب منك فعلا. في شق كبير جدا، جانب كبير جدا يكاد يكون 50% من نسبه نجاحنا مع حالتنا هي النفسي، السايكولوجي. لازم اكون فاهمه سايكولوجيه مريضي، لازم اكون فاهمه الحاله التي تنتاب مريضي ايه، وهو اكيد في الاول داخل مش مصدق وداخل عارف ان كل اللي بيبعت التلفزيون ده غلط وكل اللي بيبعت على النت مش عارفه ايه. فانت داخل بتتعامل مع مريض مش مصدقك، فاستحمله لحد ما يعدي اول اسبوع وبعدها هيقول لك الله يكرمك انت. طيب صح. نوصل بقى اللي بعد اول اسبوع انت مش مصدق وامرك لله عشان خطيبتك. تمام. حسيت بايه بقى بعد ما خدت شويه الكورس؟ ابتدت الهدوم توسع شويه بشويه، ابتدى احس ان انا ايه ده؟ ده بجد؟ انت كان البليزر ده ما بيقفلش، ده قفل. القميص ده كان انا عارف ان انا جايبه ضيق. يعني عارف ان انا جايبه سليم. وانا اصلا وزني كبير يا حبيبي، نفسي عيني يلبس. ابص للمرايه هو انا اتغيرت شويه؟ المريض دايما يعني ما بيحسش بنفسه قوي، بيلاقي اللي ما قابلكش من شهر هو اللي هيقول هو اللي معايا مش واخدين بالهم. ما تقعدش توهم نفسك. ابص الاقي نفسي خطيبتي تقول لي والله العظيم انت 100 100 يا حبيبتي، انت تحفه يا اسطول. والله بجد يعني التشجيع يا دكتور طبعا اللي بيساعدوكي بقى طبعا في اتمام ده بيدي فرصه للمريض ان هو ينجح. كمان المحيطين بالمريض طبعا المحيطين والمتابع معاه. لان لازم يكون معايا خبير او خبير التغذيه متابعه ليا، بتسمع لي، بتتابع في تطور للحاله الصحيه. ممكن في البدايه يكون داخل بشهيه عاليه، اما الشهيه تتقفل بسرعه كخبير تغذيه لازم انت فاهم ان الكورس اللي يليه لازم يكون فيه حوارك عاليه عشان ما يحصلوش ثبات وزن. وثبات الوزن ده مش حاجه وحشه لانها بتحصل لكل الحالات. فبس ايه فايده المتابعه؟ ان انا لما يحصل لي ثبات وزن اقول ده طبيعي. ليه؟ الدهون داخل جسم الانسان بتكلم بعضها كده، ذكية فبتبتدي تزق
الدهون السهلة يتخلص منها الجسم في البداية، وتتراجع الدهون الصعبة العنيدة اللي موجودة داخل الجسم ذات الأمد الطويل. فالأحادية والثنائية الجسم بيطردهم بسرعة، يتبقى عندي الدهون التكتلات اللي هي الثلاثية المتماسكة المترابطة دي، لازم أكسرها وأفتتها وأحولها لأحادية وثنائية عشان يسهل نزولها. فلازم الكورس لما المريض يقول لي آخر أسبوع أنا منزلتش، أفهم إن المريض ده من النوع اللي بيحصل له ثبات وزن بسرعة ودهونه الصعبة أكتر من الدهون السهلة، فلازم اديله ماده فعاله مركبه. طبعا طبعا الموضوع مش بيع او خد الكورس ده نفع مع صاحبك فانا لا. عايز زيه او حد خس الكلام ده ملوش اساس من الصحه. في حاجه اسمها لكل حاله صحيه وفئه عمريه وكيفيه التعامل، في حاجه اسمها تطور الحاله الصحيه للمريض، فلازم اقدر كل مع كل يعني مرحله لازم يكون في ابديت كده للكورس، والماده الفعاله تكون مركبه ولا هتكون الحورك فيها اعلى ولا الاشقاف الشهيه اكتر، وده بناء عن المتابعه. احساسك ايه بعد ما وصلت نسبيا؟ انت لسه بتكمل؟ بكمل. انا جايباه في النص عشان ان شاء الله كده يا رب. يعني انت النهارده خايس كام كيلو؟ انا يعني للكل 20. ما شاء الله عليك. 20 فبعد 20 25 كيلو كمان هجيبه. بس انجاز يا حبيبي. طبعا ولسه اسم الله عليك. يعني انا فرحانه ان انت ملتزم. يعني برضو بقول للناس والله ما تعبت. ما تعبت؟ طب ثانيه ثانيه. ايوه مش محطوط تحت هادك. دكتور بتقول ان انت من الفايل بتاعك هي عرفت ان انت شديد يعني بتحب الاكل. بالظبط. الاكل اللي هو الفاست فود. ما انا يعني كان في حد بيساعدني وفي حد بيدمرني. يعني انا كنت بنزل من بيتنا محل بيتزا القدس كده جنبك شمال وروح كده محلات التيك اواي يمين. ابص على واحد صاحبي يقول لي هتيجي تعالى بقى احنا اصدقاء السود نضرب واحد بيتزا من عند احمد سعد من القدس جميله جدا وايطالي وانا عازمك. يلا بينا. التاني بقى عزومات بقى واحنا شله كبيره. تعالى انت بقى دلوقتي بتاكل نفس الكميه؟ مش لا هو مش ممنوع من نوع اكل. لا مش ممنوع من نفس الكميه خالص. مش هاكل بيتزا، اكل ممكن اكل قطعه. هل بتغصب نفسك ان انت تبقى نفسك تاكل تاني؟ انا مش قادر اكل اصلا. الله دي الحاجه الحلوه. وانا مش قادر اكل. مش خد الكبسول في معادك واشرب كوبايتين ميه. انا كنت دايما لما كنت رحت للدكتور تخسيس قبل كده كنت اسمع عن يوم اسمه فري. انا مش محتاج اليوم الفري. انت فري طول عمرك. لا يعني انا فعلا وانا بقى على الكورس مش محتاج فري. انا بشتغل بمدرسه الكميات وليس النوعيات. بالزبط. كل حاجه واي حاجه ولكن جميل. بنسب قليله معتدله. بالظبط. هو ده اللي وصل مع النتيجه. اسم الله عليك. وتشكر طبعا جدا الخطيبه انها بحثت عن حضرتك ودورت عليك وهي اللي يعني دفعته انه دي الست دي عظيمه. يعني هي عظيمه جدا والله. يعني حضرتك مش عارفه كميه المشاكل. لا وانت ما تبقى امور كده شبه احمد عز والله هي بتعمل اللي مصلحه مع دكتور احمد عز. الغيره زادت بقى يعني. لا ولسه لا ولسه لسه بعد 25 كيلو هتشوف الغيره على حق. فرحانه بولادك او ربنا يخلي حضرتك بالنماذج العظيمه اللي بتتحول على ايدك. وفرحانه بالناس اللي بتساعدك. الحمد لله. انا حد محظوظ جدا بفريقه. ربنا يبارك لي فيه. احنا اللي محظوظين اقسم بالله يا حبيبي. ربنا احنا كنا فين وبقينا فين. احنا نقول والله العظيم احنا اللي محظوظين النهارده اللي في حد بياخد بايدينا من امراض بنشوفها في الستينات من العمر. النهارده انا كنت ممكن اواجهها في الثلاثين من العمر. حبيب. نص عمري. النهارده حد بياخد بايدي من طوق انا بغرق بيحط لي طوق. تعالى انا بوابه لكل الامراض. النهارده انا ما كلفتش نفسي. بتكلم بجد ان انا ما روحتش لعمليات مكلفه جدا لان الشباب كلنا عارفين ظروف الشباب. اعمل عمليه ب 30000 جنيه وانا داخل على جواز اختي يا حبيبي. كرسي في في في, في المضمون. انت بتعمل حاجه ومش محتاج جيم. انت عايز ايه تاني؟ دكتور اياد اول واحد تعزمه فرحك. دكتور اياد متهيألي ممكن يبقى وكيلي. هقول للحاج بقى بص خد بايده معايا. وعايزين نشوف يعني لو تشرفنا تاني ان شاء الله بعد ان شاء الله ما توصل للرقم اللي انت عايزه. طبعا هنشوف احمد عز معانا بقى. يعني ان شاء الله ان شاء الله. هجيب بدله كده كلاسيك وبتاع هتحدي. تنورنا استاذ احمد عز. دكتور انا بشكرك. يا رب يخليك. ودايما بقول لك ربنا ينفع بعلمك. يا رب يخليك. وربنا يبارك في انسانيتك. الحمد لله. لان انت كمان انسانه عظيمه و... يا رب يخليك. وست يعني لا تهدف في الربح. يا رب يخليك. ربنا يكرمك. يا رب يخليك. وحبيبي انا بشكرك جدا. ربنا يكرمك. مبسوط والله العظيم ان انا شفت حضرتك. الله يخليك. ميرسي ان انت قدرت تيجي وتلبي دعوتنا حبيبي. اقل حاجه نقدر نقدمها لاحلى دكتوره في مصر. ربنا يخليك يا حبيبي وربنا يبارك لك في خطيبتك. يا رب. اللهم امين.
للأسف الفقرة خلصت والحلقة خلصت. استنوني بكرة الساعة 4 على قناة المحور وبنت البلد. السلام عليكم.